السلام عليكم يا شباب، معكم محمد الحمد بن فتح من زين. يمكن فيديو جديد، ترى الفيديو قلت الاختفاء العاشر اليوم يعرف سلسلة جلتشات الاختفاء، ان تدخل مكان او انك تدخل مكان ناس تشوف الناس بس الناس ما يشوفونك. ايوه قلت في الاونلاين هذا نزلت قبلها 9 حلقات، واحدة منهم او اثنين منهم او لا 3 منهم على البلاي ستيشن 4، الباقي كلهم على البلاي ستيشن 3. فاللي سويته على بلاي ستيشن 3 ما يصير تسويه على بلاي ستيشن 4، اللي سويته على بلاي ستيشن 4 تقدر تسويه على بلاي ستيشن 3. خلينا اراويكم جلتش. تيجي تدخل هني، اول شيء هذا هو مكان جلتش، طبعا الكل يعرفه اكيد، عند جراج لوس سانتوس، وعند جراجاتك اذا كان عندك جراجات هني تحت على طول، يا دوبك تنزل من هني على طول الصوب. خلينا نشوف اشكال جلتش، يعني ما يستي من اول مرة، توني سويته من اول مرة وكنت اسجل، ما اعرف ليش ما انحفظ الفيديو صراحة. ف كنا تقييم المقطع، ايوه خلينا نجرب على مرة، خليك جرب 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 لين ما يضبط وياك، وراح يضبط معاك. وهذا قلت لك تخاف، ما راح تحصل عليها بند او تحصل عليها شيء، لان يعني شيء عادي، شركة ما تهتم وايد. ايوه دخلنا، فشوف نفس ما تي هني تقدر تفجر السيارة. زين هني يمكن حصل ناس يمشون، ايوه شوف يموتون. اتي بالعيد، يعني تشوف سيارات ينزلون من فوق، بس انتبه. ايوه انتبه، انك لو جيت هني طحت في هذا الابيض راح بتجيب العيد. كيف بتجيب العيد؟ نفس ما شفتوه، هذا نحي يبنى عيد، لا يبنى العيد، بس لا تخاف انك بتطيح بعد تطلع على الارض على طول، فافضل تسوي هالحركه اول ما تطلع احسن. كان معاكم محمد الحمودي من قناه اميزنج جيم، اتمنى يعجبكم الفيديو، قيموا الفيديو، ضيفوني على الانستغرام وتويتر. مع السلامه.